بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل اليوم إلى دمياط 3 طن من لحوم صكوك الأضاحي، ويكون مجموع ما قد وصل إلى دمياط 14 طنة، حتى يتم توزيعهم إن شاء الله على الأسر الأولى بالرعاية. نشكر معالي الوزير على هذا الاهتمام، ونشكر كل القائمين على هذا العمل، وكل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، بفضل الله وبحمده وصلت اليوم الاثنين الموافق 7 سبتمبر 2020 سيارة لحوم صكوك الأضاحي تحمل 3 أطنان من اللحوم لتوزيعها على المستحقين من أبناء البحيرة. هذا ونناشد الجميع للمبادرة بالإسهام لصكوك الأضاحي في العام المقبل إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه وبعد. تسلمت اليوم الاثنين الموافق 7/9 مديرية أوقاف القاهرة 3 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على الإدارات الفرعية، حيث تقوم الإدارات الفرعية بتوزيعها على المستحقين، كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى معالي السيد الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف، وإلى جميع العاملين بهذا المشروع، سائلين المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. والسلام عليكم ورحمة الله.